القادم أسوأ، القادم أسوأ. السلام عليكم ورحمة الله. الناس اللي ما فاهمينش اش واقع هاد الايام، غنجيكم من الاخر يا المغاربة، انتظروا الاسوأ. السي عزيز اخنوش حكم القبضة ديالو، من بعد ما كان حاكم البلاد 70% دابا ولا حاكمها 90%. ضبط الامور ديالو مزيان وجرى على الناس اللي كانوا ضارينو في الحكومة، ودار الناس ديالو، الناس صحابه والشركاء في المشاريع الشخصية ديالو، وكاين حتى اللي كان خدام عند مرتو السيدة سلوى في شركة المكياج، ايه، ودارو وزير الصحة، من المكياج للصحة. علاش قلت ولا حاكمها 90%؟ حيت اهم الوزارة اللي كاينين في الحكومة دار الناس ديالو، وزير التعليم ووزير الصحة. جبتي صاحبك كيبيع المصاصات درتيه دابا وزير ديال التعليم، وجبتي واحد من الديوان ديال المرات كدرتيه وزير ديال الصحة. هاد السيد هذا كان خدام في مجموعة، مدير عندي مجموعة افريقيا كانت تابعة لشركة اكوا، وزير الصحة كان خدام في اكسا التابعة لسلوى الادريسي اخنوش، كذلك الزوجة ديالو. ملي كنقولوا اكوا كنقولوا وكريم واخنوش، اخنوش وكريم. ملي كنقولوا اكسال كنقولوا اخنوش وسلوى. هالقلب والعقل، الصحة والتعليم. وديك 10% اللي بقات ليه ديال والي بنك المغرب، وهذا موضوع طويل وغادي نديرو ليه فيديو خاص. غير اشترك في القناة وتسنى الفيديو وشوف لي على بلاد ولينا عايشين فيها، داكشي ولا بالعلالي. نقدر نقول لكم هذه هي اكثر فترة تشأموا فيها المغاربة. قبل ما نبداو في الموضوع بغيتكم تعرفوا بلا الامل الوحيد اللي بقى لكم هما هاد الناس اللي كيضلوا يغوتوا ويحاربوا هاد الوحوش. كانوا فطريات ودابا ولاو وحوش، حاولوا تدعموهم باقصى ما عندكم، حيت كاينين الناس ديالهم خدمتهم يضربوا هاد المحتوى بالسينيال، ومع الوقت كيتحذفوا الفيديوهات وحتى قنوات، وهذا الشيء سهل في بلاد الرشوه اللي كل شيء فيها كيتباع. بين ليهم غير عمر. لهذا دير جيم وشي كومونتير شاركنا الاراء ديالك، ولا عندك كيفاش تبارطاجي الفيديو غير بارطاجي اخويا العزيز ولا اختي العزيزه. كيف ما جراو على وزاره كانوا ضدهم في الحكومه، راه غيجي واحد النهار فين غيتحاربوا هاد الناس، وراه غادي في هذا الاتجاه باش يديروا ما بغاو. لحد الساعه كاين اللي يهضر عليكم، اما الساعه المجيه يعلمها الله. حسن اوريد كبر مع جلاله الملك، قرا معاه، كان في القصر الملكي، عارف وملم خبايا السياسة الوطنية واش كيدور فيها. وهذا كان قال أن رجال أعمال قاموا بانقلاب على الدولة وأحكموا قبضتهم، وراكم عارفين الكمالة. حسن أوريد كل نهار كندوزو في بلادنا وكنتبع السياسة شي شوية كنعرف كيتكلم على أخنوش ومن معه. أخنوش كيتبورد مع رساته، داير ما بغى كتعرفو. ما خصناش نتعجبو إلى غدا سمعنا بأن الخادمة في البيت ديال أخنوش، إحدى الخادمات ولا الجاردينيه في الجرده ديالو، تعين وزير ولا تعين كاتب دوله ولا تعين شي حاجه، داير ما بها. اخنوش اغنى، اسمعوا معايا، اغنى رجل في المغرب بطريقه على ظهر الشعب. اخنوش اول رجل سياسي في المغرب بالحزب ديالو، الدوله عاوناته، الدوله دعماته، الدوله خلاته يتبرد في الانتخابات اللي فاتوا. اخنوش احكم قبضته على المغرب سياسيا واقتصاديا واللي بغيتو. خاصكم بغيتكم انا تجلسوا مع رجال اعمال الكبار ويعاودوا لكم، شدوا راسكم في ميدان الاعمال. كنتكلم على مستوى عالي، يا معايا يا ضدي، ويلا ضدي غنطحنك، غادي نطحنك كل اللي بغيتي تكون. انت دابا كنتكلم على رجال اعمال ولا في ميدان الاقتصادي وال سياسيا عنده جميع الجهات ديال المغرب تقريبا، عنده المجالس الاقليميه، المجالس الجماعيه، الجماعات القرويه، كل شيء ديالو والمغرب ديالو. أخنوش أحكم قبضته على المغرب. وحتى السي الجواهري والي بنك المغرب اللي ديما كيفرشهم وما بغاش ينضم للمؤامرة ديالهم ناويين يسوسوه، وعلى حسب بعض المصادر بلا باغين يعطيو التقاعد بحجة أنه كبر وخاصو يمشي. هادشي ديال الشباب غاية الأسف على أنه الشوماج ديالهم، البطالة ديالهم، النسبة تزيد ترتفع. راه حنا تزنا من 46 فاصلة شي حاجة 48.8، حاليا ثلاثة ديال النساء، ثلاثة النقاط اللي تزادت. دخلت للسوشيال ميديا باش نشوف اراء المواطنين المغاربه فيما يخص التعديل الحكومي، حيت من خلال هاد الاراء كنديروا مواضيع اللي ممكن نناقشهم معكم من بعد. وانا نتفاجئ بتعاليق سيد الرئيس الحكومه عزيز اخنوش في مقابله اللي سموها مقابله خاصه بعد التعديل الحكومي، والاسئله اللي كان كيعطيه الصحفي كتحسبيه بحال كيحاول عليه، خايف ولا يجرحه، كيعطيه غير داك الشيء اللي غادي يعجب سيد الرئيس الحكومه. افهم من كلامكم سيد رئيس الحكومه بان المغادرين لن يكونوا في مستوى الانتظار. ابدا ابدا ابدا، يعني كل واحد لعب الدور ديالو، كل واحد. شنو المعيار بالنسبه لرئيس الحكومه اللي حكم هذا الاختيار بالنسبه لكم؟ ناخذ مثلا كريم زيدان. كريم زيدان اولا سياسي،
باين قبل ما يجي قال لي غير اجي الاسئله انت اللي غادي تعطيهم. المهم داكشي بيناتهم والمغاربه اذكى من ذلك. اللي فاجئني اكثر هما التعاليق ديال المغاربه على استعاده اخنوس والتعديل الحكومي في ذاك الفيديو. بصراحه كاين اللي فيهم ضحكني وكاينين التعاليق اللي كيالموا وكتحس بالله هاد الناس عارفين كلشي وكيقراو لغه الجسد والنفاق بلا ما تملق وتزوق وديك لغه الخشب اللي ما كيفهموها غير هما. لكن العين بصيره والاذن سامعه واليد قصيره. السؤال اللي جاني واش سيد الرئيس الحكومه ما كيقراش التعاليق ولا كان كيقراهم؟ شنو هو الاحساس ديالو؟ ولا كيكذب على راسو بديك الهضره ديال المؤامره من جهات مجهوله المصدر؟ ولا عندي الفضول نقلب غير على شي كومونتير يكون صالح للسيد الرئيس الحكومه يكون كيشكرو وكيهنئو على الانجازات ديالو وتقول واش كاين ولو نصف كومونتير. حتى هذوك المتملقين وصحاب البندير ولاو كيحشموا على اراضهم وضربوها بسكته. انا بعدا كنت بلاصتو كنقسم بالله ونشوف هاد التعاليق والله حتى نستقل ونخوي البلاد. بزاف اش من نفس غادي تكون عندك من بعد ما غادي تقرا وتشوف بان المغاربه كيكرهوك لواحد الدرجه ما كتصورش؟ اش من نفس غتكون عندك؟ ولكن الجشع والحمزه واستغلال كل المساحه اتيحت الا ويصلوا عليها سيد الرئيس فيما يتعلق بالصفقات والمال. انتما كتشوف فيما كانت شي صفقه فيها شي حاجه راه سيد الرئيس حكومه تما تضرب مصارع العينه نقول هادشي وكاين تما في الاعلام كاين ودابا حتى في السياسه كاين. ما معنى انه كنديروا المقربين يعني تمشي مع الكفاءات؟ ما يمكنش تكون ضد الكفاءات، ما يمكنش تكون ضد صلاحيات. كلشي كيتكلم على رئيس حكومه عنده بصمه كبيره فيها تلعب اييه، ولكن باش 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 ولينا عندنا مجلس اداره ديال الاكوا او عندنا مول هادشي اللي عندنا. هذا هو قراو هذاك الشيء وشوفوا. طيب حنا كنقول هاد السيد اللي دار في التعليم بالله عليكم صحيح يمكن يكون عضو قديم في الحزب ويمكن هو اللي مكلف بالانتخابات ويمكن هو اللي ما عرفش باش مكلف وكيتيفي هو. ديروا النهار الاول ديروا النهار الاول ما تجيبوش حتى لدابا غتجيبو حتى الان. كنا كنقول واش عنده 27% من هاد الاقوال ولا لا؟ قال لك بعض اعضاء هذه الحكومه خاصه من حزب رئيس الحكومه ينتمون الى شركه والى هولدينغ والى مجلس اداره وهذا فيه تضارب للمصالح. ما بغيتش نسميوه ما غنسميوش ما غنسميوش يكون ادمنستراتور انديبوندون ولا عنده نسبه ولا ما عندوش. هذا منكر كبير يقع مع هذه الحكومه. بصمه رئيس الحكومه في الوزاره الجداد واضحه العين لاول مره واضحه تنقول ربما في ما كانتش كتبان في دابا لا كتبان واضحة وضوح الشمس وكأن الدولة المغربية تحمل الشعب اختيارات مقاطعة الانتخابات وكتحملوا الاختيارات ديالو. بغيتو تشاركوا في الانتخابات بغيتو توليو واضح هكا هادشي اللي كاين. اللي ما كتبغيوش هو اللي غيكون. اللي بغيتو يمشي هو اللي غنخليوه واللي ما بغيتوش يجي هو اللي غنجيبوه. هكذا خطب عز أخلوش لأن الفصل 47 من الدستور المغربي واضح يتعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. يعني هو اللي اقترح هاد عباد الله هادو. وخص المغاربة واحد رسالة للشعب المغربي كامل خصنا نتحملوا مسؤوليتنا المغاربة. حتى حنا كنديروا الفالطة ما بقاوش دائما نكبوا على الجهة الأخرى. حنا خصنا نترشح خصنا ننتخبوا ونشاركوا في الانتخابات. لا بغى عندك ما دير عتشارك على 1% ولا 2% هادوك جوج يعطيك أخنوش ويعطيك وهبي ويعطيك قيوح ويعطيك حجيرة وغيسيروا امورك بغيتي ولا كرهتي وغيدبروا شؤونك وشؤون ولادك. فيك فيك السياسه اما ديرها ولا دير عليك. اللهم الشعب خصو ينخار خصك تصوت. اختاروا شوف اسيدي اختار لي جودار اختار بن كيلان سير اختار لي الدريس الشقر انا ما كنهمنيش اختار اللي يعجبكم. دير شي حزب جديد. فلسفه المقاطعه الانتخابات اثبتت فشلها. اليوم كنحصدوا نتائج المقاطعه الانتخابات والله حتى كنحصدوها. خطاب ديال المقاطعة خطاب عدمي ويخدم أجندة الفساد ويخدم أجندة الناس اللي هلكوا البلاد. عندك وتعتقدوا أن أخنوش كيبغيك تشارك في الانتخابات. عندك تعتقد أن هاد عباد والله ما يحملك تشارك. عنده كتلة ديالو ناخبة قارة خدام بها دخلتي له شي حاجة جديدة تخربق له اللعبة. ولهذا علاش هما الناس ديال الخارج نص دستوري على أنهم يصوتوا لأنهم غيخربقوا لهم قواعد اللعبة ونتائج الانتخابات. خوتي المغاربة مع ذلك أنا لا أزرع يأسا في هذه البلاد هذا انتقاد صحفي. سنواصل معركتنا الإعلامية الخلاقة الشريفة مع هذه الحكومة بالصواب والأدب وفي إطار ثوابت المملكة المغربية. كنشكركم وإلى اللقاء.